بهدف تطوير العمل التعليمي والمستوى الأكاديمي، دشنا في كلية تيرا سانتا مبنى علمي مجهز بكل الوسائل التعليمية الحديثة، وستواكب الكلية في نقلتها الجديدة نهضة تعليمية متميزة لتوظيفها للمرحلة المقبلة. التفاصيل في التقرير التالي. كلية تيرا سانتا، هذا الصرح العلمي الذي تأسس في عمان عام 1949 وأسسته حراسة الأرض المقدسة، يعد نموذجاً رائعاً للوحدة والتعايش بين أبناء المجتمع الواحد. فمنذ ذلك الوقت والمدرسة تسعى لتقديم كل ما هو مميز ورائد لطلبتها. فتحت رعاية المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس رئيس الأساقفة بيير باتيستا بيتسبالا، وبحضور الأب فرانشيسكو باتون حارس الأراضي المقدسة، والمنسنيور ماولو لالي القائم بأعمال السفارة البابوية بعمان، والأب رشيد مستريح مدير الكلية، وبمشاركة عدد من الأساقفة والآباء الكهنة والراهبات، احتفلت الكلية بتدشين مبنى تعليمي جديد بهدف التوسعة واستيعاب مزيد من الطلبة وتقديم مستوى تعليمي متميز. وابتدأت فعاليات الاحتفال الذي أقيم على مسرح الكلية بتقديم عدد من الأناشيد والعروض الفلكلورية، تخللها تقديم كورال الكلية لنشيدي تيرا سانتا، متمنين فيه لكليتهم التقدم والنجاح ومزيدا من الازدهار والتفوق. كما تم عرض فيلم وثائقي احتفالاً بمرور 800 عام على الحضور الفرنسيسكاني في الشرق الأوسط، تلاه عرض فيلم آخر يسرد بدايات تأسيس كلية تيرا سانتا في الأردن. وألقى مدير الكلية الأب رشيد مستريح كلمة بيّن فيها دور الرهبان الفرنسيسكان في خدمة الأراضي المقدسة، ومبدياً الاستعداد المتواصل للرهبنة الفرنسيسكانية في خدمة الجميع، وهذا ما سعت إليه من خلال توسعتها الجديدة. تألقي يا تيرا سانتا، فجزورك في عمان منذ 48، ولكن عبق تاريخك هو مولد 800 عام، وأنا أقف وأتغنى مثل باقي الرهبان في من كان يحلم بالفروسية، إلا إن نعمة السماء جعلته فارس الكمال الإنجيلي لشدة حبه لفاديه وشغفه في خدمة كل إنسان. هو القديس فرانسيس الأسيزي الذي ولدنا بقداسته لنعبد الباري تعالى ونشهد على حبه لكل خلائقه وتجلي جماله في كل إنسان. الحلم كبير، كيف لا؟ تيرا سانتا تستحق والأردن يستحق. إنها مسيرة تطوير ارتكزت دعائمها على جهد الرهبان المدراء المتعاقبين والذين شيدوا بأياد سخية مرافق وأبنية كي تترسخ تيرا سانتا في مدينة عمان الأبية نهضة علمية وتربوية. After all the years of nurturing us, from playful, immature children to completely different human beings, responsible, confident, and knowledgeable of the various walks of life, we are well equipped
to face the challenges of the future. يتصف بالانضباط دون قسوة. وفي ختام الحفل جرى تكريم الطلبة المتفوقين في الكلية بتقديم شهادات وهدايا تقديرية لهم. ثم انتقل الجميع بعد ذلك لافتتاح وتدشين المبنى الجديد والتجول بين غرفه وأقسامه.